يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن الصحابة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن السلالة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب وارض عن المشايخ، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب فارحم والدينا، يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، يا رب ارحمنا جميعا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب ارحم كل مسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب يا سامع دعانا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب لا تقطع رجانا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب بلغنا نزوره، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب تغشنا بنوره، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب حفظك وأمانك، يا رب صل على محمد، يا صل على محمد، يا رب واسكننا جنانا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب أجرنا من عذابك، يا رب صل على محمد،
رزقنا الشهادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه، يا رب صل على محمد، يا رب واصلح كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا صل على محمد، يا رب وقف كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين السلام عليك، السلام عليك يا زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أنقى السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أزكى الأزكياء،
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله أفتتح اشتغالي بمولد نور أنوار الجمال محمد النبي رسول ربي حبيب الله رحمة ذي الجلال فنحمده على نعم أتانا بها الهادي إلى سبل الكمال وصل وسلم اللهم دوما على من قد محى دين الضلال وآل ثم أصحاب الليوث ومن والاهم غشت الرجال فأرجو الله أن يسقي البرايا خشوعا في تلاوة ذي الليالي اذكر النبي يا عاشق النبي اذكر النبي يا عاشق النبي اذكر النبي يا عاشق النبي لا فاخشع لدى ذكر النبي لترزق حب من خرق المعالي ومن من أجله مولاه أبدا جميع الكون فاسمع بابتهالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه الثرى وعد بالتوالي اللهم صل وسلم يا حبيبي تعالوا لاقتناص ذبا مقالي وهذا مولد سهل المعاني لذيذ عند مستمع وتالي فسبحان الذي أبدى سناه من النور الإلهي الجمالي وخص جنابه أزلا ببدء فآدم بعده في كل حال وحمل نبوة ورسالة في ملاك شفاعة يوم المآل
فارسله برحمته إلينا وأسعدنا به مولى الموالي ونور جبين آدم من سناه له سجدت ملائك ذي الجلال وهذا النور منه إلى أبيه تنقل بعد أصلاب الرجال وخالقه حماهم من سفاح وفضلهم بهذا الاتصال وأحيا والديه الله فخرا إلى أن آمنا بهدى المجال ألا والأشعري روى بنص نجاتهما من استحلال الضلال فأجداد النبي لفي جنان تنعم بالنعيم بلا زوال إلهي بالصلاة وبالسلام عليه دوام وعبر بالثوال اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نسبته إلى عدنان قالوا بصحتها فهاك على احتمالي فأحمد نجل عبد الله نجل لشيبة عبد مطلب يوالي لهاشم بن عبد مناف هم قصي من كلاب في انتقالي وهذا نجل مرة نجل كعب وذا ابن لؤيهم أهل الفصال فغالبهم أبوه وذا ابن فهر فمالكهم أبوه بلا جدال وابن النضر نجل كنانة ابن خزيمة نجل مدركة المنال وهذا نجل إلياس ابن من قد دعي مضر ابن من ركب المعالي نزار من أبوه مع عندهم من لعدنان انتمى فكفى مضاني لعدنان انتهى نسب شريف بصحتها فكف عن احتمالي إلهي بالصلاة وبالسلام النوالي تباشرت الخلائق في الوجود بحمل حبيبه الصافي الخمالي فبشرت الملائك ذات حمل بخير المرسلين ذوك الجمال وفي الخضراء والغبراء نادت جميع الكائنات على امتثال تقلبت الأمور إلى حسان تعجبت الخلائق بانتظار حملنا الوالدات له ذكورا وعم الخلق خصب في الوبال كذا انتكست له أصنام كفر وأدنيت الثمار لمن يزالي وأطباق السماء كذا جنان تزينها الملائك بالكمال فأثبتت الكائنة حمل طه ختام المرسلين لدى الرجال وصدقت الرجال بما رأوها وكذبت السوافل من فسال أتاها في المنام مبشروها بأفضل أنبياء بلا محال إلهي الصلاة والسلام عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن مضى الشهران حملا أتم أبوه عمرا باعتلالي بطيبة بعد عود جنابي من أعراض الشام فاز بحسن حالي لدى أخواله شهرا مريض تصبر من توجعه الجزال تزور جنابه زوار طه فنالوا منهما الدرر الغوالي وعند تمام وقت الحمل حانت ولادة من دعانا لاعتدالي فنفح الطيب عم الكون منه فطاب سرور عالم ذي الجلال أشرق نور فجر وضع طلقا فغاب به دجى ليل الضلال ومريم رفق آسية أتتها بحور العين في طلق الهلال حضرنا مخاض آمنة لطه فأبدت شمس أكوان الجمال صلى الله محمد صلى الله عليه زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك أشرقت شمس الجمال فمحت سوداء الليالي وكست أفلك ربي ثوب أنوار الكمال إخوتي هذا حبيبي نور هذا الاحتفال فانظروا في نور جسمي زارنا لا بالخيال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بل بذات وصفات وبروح وارتحال فتلقاه سكارى طربت من ذا الغزال وتغنوا بصياح بالمديح المعتلى شمم رأيه أن بخشاع وابتهال الله يا نبي سلام عليك God
اسما شريفا وغنم شرب الزلال اويه شوقا وقولوا يا رشا جود بالوصال انا ذا سطور وعنا فيك يا باه الجمال انت واسيني بواصلي من عطر يا قعد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كم تمنى قلب صعب من حسن اعتدالي كم تمنيت سلوى في لقاء راحت بالي فعبت قدرة ربي غير فوزي من عذابي في حبيبي في احتراقي واشتعالي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب مرحبا إن روحي في خلالي مرحبا وفؤادي في جواه مرحبا ودموعي في الهطال مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدال وشيني مرحبا وعيوني في شهاد مرحبا وحبيبي في انفصالي مرحبا أنا مفتون بطه مرحبا أحمدا محب ضلالي مرحبا مرحبا يا نور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا دار الحسين مرحبا مرحبا حسين أو طمحناها أو حجون أو حوالي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر العشاق من الحاضرين لتتضح لكم معاني رواية ولادة حبيب الله نور أنوار عيون الناظرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيام الحاضرين الآن فرض لدى ذكر الولادة في احتفالي. بدأ هذا الحبيب بقطع سر نظيف بل بطيب واتحال. جميل الوجه مختونا دهينا نبيها ساجدا بصفا ابتهال. يشير إلى السماء برفع رأس ورفع يد يناجي ذا الجلال. وقد حمد الإله على عطاس وشمتت الملائك بالكمال. لمولده الخوارق قد تبدت فأسست الديانة بالمعالي. فمن نوره عم البرايا وخص الشام ضوء والعوالي. كذلك كسرت إدوان كسرى بكسرى وشيطان يسج من التعالي. الله عليك. ونار الفرس قد خمدت وغاضت بحيرة ساوة عند انسجالي. كأن الماء ينعت بانضرام كأن النار توصف بابتلالي. ومولده بمكة غير خاف بعام الفيل عم اشتمالي. بثاني عشر شهر ربيع بدء بفجر نهار الاثنين جلالي. وأولم جده في سبع شكرا وسماء محمد المصالي. إلهي بالصلاة وبالسلام عليه طعام عتر بالتوالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل المشفع في الترقي إلى أن جاز طبق المعالي وأرسل رحمة للعالمين ففازوا في هداه بحسن حالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبالتدرق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا
وتبعت باقابه لموكب كنت فيه صاحب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تم مولده الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله إياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو به من الله رأفته ورحمته، والحمد لله رب العالمين. إلهي تم مولده بأذن فيسر فهم مستمع وتالي. وبعد رواية المولود حانت لنا وقت الإجابة للسؤال. ألا فلنرفع الأيدي بذل وقصد وافتقار وابتهال، فقولوا في الدعاء معي بسر لنحظى كلنا بالاتصال. أيا رحمن بالمختار ندعو جنابك فاستجب نجوى المقال. ويا فتاح وفقنا لخير على كل الأمور في الاعتدال. ويا وهاب جد لكل فضلا وأحسن أوفى الكمال. ويا قيوم منا بصرف نفس عن الشهوات وانضم كل حالي. ويا تواب حلما تب علينا من العصيان وهدي عن الضلال. كذاك اغفر لكل ما جناه فأوردنا على الحوض الزلال. وعم لجمعنا هذا بعفو وعافية وحسن الاجتمال. كذاك احفظ لنا دينا حنيفا بإيمان وتقوى وامتثال. ونور بالعلوم قلوب قوم يسوقون الحرام عن الحلال. ومنا بسكنة الفردوس لطفا وإرضاء الخصوم على الفصال. كذا اقضي ديوننا واحرس حماه وهنئنا بأبناء ومال. وأجل لنا الكروب بسر لطف كذا أسبل لنا سطر الجمال. إلى رابك لا تكلنا أدم للخلق غيثا في انسجال. وعلي محمدا واحرس سماه وعم الخلق خصبا بالنوالي. وعظم أجر من أجرى لطاها ضيافتنا بهذا الاحتفال. فنظم رواية المولود هاد ترصع بالجواهر واللآلي. لناظمها كن اللهم عونا معينا في المجال وفي المال. هو المدعو عبد الله نجلا لعلوي ابن من نال المعالي. هو المدعو عبد الله أيضا ونسبتهم إلى أهل الكمال. فهم من آل عطاس كرام ومن أصبات أشرف الرجال. حسين نجل فاطمة البتول هو ابن علي بن العالي الفعالي. فمن أصبات خاتم أنبياء محمد الرسول ذكى الليالي. لنا ولوالديه اغفر إلهي وإخوان أو وأشياخ كهالي. لسامعه وقارئه عموما أحبته وأولاد شبالي. كذمن بالقبول لنا جميعا بجاه المصطفى حامي الظلال. كذاك انظر إلى السلطان وانصر به الشرع الحنيف على التوالي. فنظمي مولد المختار طه لا حسن الختام قد انتهى لي.
وعد ثماره قطف وأرخ تثمد مولد العطاس فآلي صلاتي ما تسريمي عليه تعم الآلاء أصحاب نوالي وأصحابا وأتباعا كراما ومن والاهم أهل الكمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر فاتحه.